خلينا بقى نعرف اكتر عنكم، لان جماهير الاهلي اكيد حابين يعرفوا برضو على المستوى الشخصي. فاطمه ابدا بيكي، عرفي الناس برضو بيكي، وابتديتي اصلا الباسكت امتى الرياضه دي؟ انا ابتديت وانا عندي 8 سنين، دخلت الاكاديميه بتاعه الاهلي. بدايتك في الاهلي من صغير. ففي كابتن احمد ابراهيم هو اللي يعني خلاني اخش الفرق وكده. كان اول كابتن مرني كابتن كريم. وانت كنت حابه الرياضه دي ولا لا؟ لان في ناس بيختاروا لهم لعبه وبعدين. لا، هو انا بابايا كان يعني كنا بنتمشى في النادي عادي، فقال لي يعني شوفي عايزه تلعبي ايه وكده، فدخلت الصاله قلت له عايزه العب باسكت وكده. اوكي حلو، يعني انت اللي اخترتيه. وما غيرتيش رايك بعد كده؟ لا. اوكي جميل. طب وانت يا هنا بدايتك مع الباسكت جت ازاي؟ انا بدات وانا عندي 9 أو 10 سنين مش فاكره يعني، بس انا اصلا يعني دخلتها انا وصاحبتي، كنا داخلين عادي يعني. بعد كده عملوا لنا اختبارات، كنت في مدارس في نادي اهلي مدينه نصر، عملوا لنا اختبارات. بعد كده قعدت بالظبط 3 شهور، بعد كده رحت بقى يعني اهلي الجزيره مع فرقه، واول كابتن يعني اتمرنت معاه كان كابتن كريم. اوكي. وخدوني في الاختبارات كان كابتن نبيل البخيت. وبرضه حبيت الباسكت من اول ما ابتديتي تلعبيه بشكل احترافي يعني. ايوه. وانتوا طولكم كام؟ معلش انا بس السؤال ده عشان عايزه اعرف هل الموضوع ليه علاقه بس بالطول؟ يعني فاطمه انت كام سنتي؟ 175. اوكي. انا 176 او 77. يعني كل الفريق تقريبا فوق 170. يعني لا، في ناس قصيره برضه. في ناس اصغر. بس انت مش